نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم بدأت أحداثها بحادث متاع كهرباء صار في طريق جبل يهز لساي إيروكوزيل 80 كيلومتر شمال مونبولي. في وسطك الجبل هذاك وفي عز الليل وبالتحديد في الليلة الفاصلة بين نهار 6 و7 جوان 1987، راجل بدا يعيط ويدق على فيلا مبنية في الجبل بعيدة على المدينة وعلى الحس والهرج والمرج. الراجل يدق على قوته ويصيح: اجري ولي راني عملت حادث وكلموا لي النجدة. السيد هذا اسمه دانيال بلوار، مولى الدار حل الباب من هنا وهو قال له: راني عملت اكسيدون في الطريق الفوقانية. الطريق هذه تقول شخنقة وتخوف واسمها على جسمها لكول دو لومور، معناها توق الرجل الميت، وإلا ممر الرجل الميت. على كل حال سي دانيال هذا يفهم في الرجل وهو يرعش. قالوا لي هو فقد الوعي لحظات بعد الحادث، وصاحبه اللي معاه مازال في الكهرباء دايخ وطلب منه باش يكلم النجدة بل ما تتحرق الكهرباء. ودانيال قعد يعاود في الجملة هذه كالديسكو المجروح: ازرب قبل ما تتحرق الكهرباء، ازرب قبل ما تتحرق الكهرباء. مولى الدار ادخل بسرعة وكلم النجدة، وبما أنهم في بلاصة جبلية منعزلة وبعيدة عن المدينة الحماية ما وصلت كان بعد 30 دقيقة. ووقت اللي النجدة وصلت المكان الحادث القاو الكهرباء واللي نوحة أوستين حمراء لهبة بالنار، بالوقت طفاوها لكن فات الفوت، الكهرباء تفحمت. أعوان الحماية بعد ما خمدت النار شافوا كتلة على الكرسي اللي بحدا السايق، الكتلة المتفحمة هذيك هي اللي بقام السيد اللي كان قاعد غادي، وحسب اللي عينوه جثة ما بقى منها كان الجذع، لا فما يدين ولا فما ساقين ولا فما راس، الكلهم تفحموا وهبطوا رماد، الكلهم تفحموا وهبطوا رماد وتفرقوا في وسط الكهرباء. دانيال قعد على حرف ثنية متلكمت على روحه وحاطت ساقيه في صدره يبكي وينوح ويهبط فيهم حيار في حالة متاع صدمة كبيرة، وهذاك علاش بالوقت هزوه طول للسبيطار متاع أقرب مدينة. في تواتر الأحداث ومن غدوة الصباح دانيال بلوار مشى للمركز باش يعطي الإفادة متاعه فيما يخص هالحادث، وقال أنه قبل بنهار ما يصير هالأكسيدون هذا حب يتمتع بالطقس الميزيان، وقرر أنه يمشي هو وصاحبه واللي اسمه إيف دوندونو الريستوران يطيب ماكلة بنينة برشا، وفي نفس الوقت يتفرجوا على منظر البحر اللي موجود في منطقة بالافاس ليفلو. وهذاك هو اللي صار، دانيال وصاحبه إيف شدوا ثنية حتى لين وصلوا للمطعم ذاك، ترسوها كما يقولوا باللي فرويد مير حتى قريب يترجقوا، ومن بعد شدوا ثنية للوتيل اللي يبعد بعض الكيلومترات على المطعم، وفي الثنية تعداوا على هكا الطريق واللي سميناه لكم لوكول دو لومور، طوق الرجل الميت. دانيال حسب أقواله هو اللي كان يسوق وقت اللي صار الحادث، وصاحبه إيف دوندونو كان بحذاه. فجأة في الثنية هذيك متاع لوكول دو لومور افقد السيطرة على الكهرباء ولقى روحه دخل في صخرة كبيرة. هو فقد الوعي نتاعو لحظات لكن صاحبه داخ وقعد في الكهرباء. دانيال هبط يفركس عن مساعدة والبقية تعرفوها، امشي لك الفيلا وكلم مولاها باش يطلب النجدة. العون اللي كان ياخذ في الإفادة متاع دانيال ما كان عنده حتى سبب باش يشك فيه، بالنسبة ليه الحكاية واضحة، حادث مرور في طريق جبل يخطير، وما هيش أول مرة يصيروا حوادث في الطريق هذاك ومتاع ممر الرجل الميت. بالنسبة للكهرباء اللي تحرقت بعد الحادث التفسير موجود، الفنارات متاح عملوا كور سيركوي الشيء اللي خلى الكهرباء تتحرق، أولى هنا ما بقى إلا أنه الدوسي هذا باش يتسكر ويتحط في الأرشيف بطبيعة الحال بعد التعرف على الجثة متاع الضحية رسمياً. Salut tout le monde. Salut. Alors.
في المرحلة هذه من القضية وللتعرف على جثة إيف استدعاه مرته. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الضحية إيف دوندونو عمر 41 سنة وكان يخدم في شركة تأمين، ومرته ماري تيريز جات بالذمة للمارك، وبصراحة ما فما حتى حاجة كبيرة تنجم تتعرف عليها. كما تعرفوا السيد تحرق في الكهرباء والجثة متاعه تفحمت. الحاجة الوحيدة اللي ميزتها مرته باش عقلته هي تريف قماش من سروال راجلها، وهكا تريف القماش كان كافي باش تخرج حجة الوفاة متاع إيف. واستنادا للوصية متاع المرحوم رجلها اللي بقى من الجثة متاعه كملوا عائلته حرقوه وعملوا له جنازة تلمدوا فيها العباد في المكان متاع الحادث. في جنازة هذيك حضرت أمه مرته السكرتيرة متاعه اللي جات خصيصا من باريس. في الاخر رماو الرماد متاع جثته في الهواء من فوق الجبل، وكيما نقولوا احنا ملي دفنوه ما زاروه، هذم لا دفنوه ولا هم باش يزوروه. في المرحلة هذه وفيما يخص الكهرباء الحمراء لوستين، جهة ميكانيسيان هزها من الطريق وحتى قدام الجراج متاعو، من المفروض يبعثها للكاسوتو، وخلينا نقولوا الفيراي البلاصة اللي يتفركوا فيها الكراهب وإلا يتغفصوا. لكن الميكانيسيان حس اللي فما حاجة غريبة صارت في الحادث. مثلا الطريق هذاك متاع لوكول دو لومور واللي صار فيه الحادث ما كانش فيه برشا صخور، ما فما كان صخرة واحدة وهذيك هي اللي دخلت فيها الكهرباء. الحاجة الثانية والغريبة زادة أنه الجانت القدامية متاع الكهرباء ما كانتش معوجة، معناها الاستدام ما كانش قوي. يقول القائل لهنا شنو مالا اللي خلى السائق يفقد الوعي، والأهم من هذا الكل كيفاش الكهرباء تحرقت. على كل حال أحسن حاجة عملها الميكانيسيان هو أنه كيتذكى وما بعثش الكهرباء للكاس، ولا راهي غادي تغفصت ولات كيوب صغير ووقتها كل شيء يطيح في الماء، وإحنا ما تبقالنا حتى حاجة باش نحكيه لكم عليها اليوم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الميكانيسيان كان عنده ألف حق باش يذعن للشكوك متاعه، لأنه في الأسابيع الجاية برشا مفاجآت باش تظهر. في مجريات الأحداث أول مفاجأة هو أن الضحية إيف دوندونو عنده 8 عقود متاع تأمين على الموت بمبلغ جملي القيمة متاعه 1.8 مليون أورو. هذايا مبلغ خيالي وباش تتمتع به مرته ماري تيريز. ولهنا يلزمكم تفهموا الفرق ما بين التأمين على الموت والتأمين على الحياة. التأمين على الحياة هو عقد يعمله الشخص مع شركة متاع تأمين ويصب كل شهر مبلغ مالي تقريبا كما الدفدر متاع الادخار وفي فوائد، ووقت اللي الشخص يتوفى المبلغ ذاك المدخر عند الشركة يتصب للورثاء. ولهنا بالنسبة للتأمين على الموت اللي عملوا إيف دوندونو كان كل شهر يصب مبلغ مالي 100 أورو 200 أورو 300 أورو، وفي حالة الموت الورثة متاعو ياخذوا مبلغ يكونوا متفاهمين فيه زوز أطراف، يعني الشخص وشركة التأمين 200 300 400 ألف أورو. ولهنا وقت اللي المبلغ يكون كبير شركة التأمين في الغالب ما يصبوهش طول للورثة، يعملوا تحقيق ويثبتوا فماشي تحيل وإلا خداع، وأقل غلطة وإلا خلل يرفضوا باش يدفعوا الفلوس. وفي قضية الحال واحدة من شركة التأمين لاحظوا أن الضحية إيف دوندونو اللي تحرق ومشى غبرة في الهواء عمل معاهم عقد متاع تأمين أسابيع قليلة قبل الحادث اللي مات فيه، ومعلمهمش اللي هو عمل عقود أخرين متاع تأمين مع شركات منافسة. الحاجة هذه أثارت الشكوك متاع شركة التأمين وقررت باش تبعث محقق متاعها وخبير في حوادث الطرقات. في التور هذا الخبير متاع شركة التأمين بدأ بالمعاينة متاع الكهرباء، وأول ملاحظة لاحظها أنه البوا دو فيتاس محطوطة في الدوزيام، وهذه حاجة هامة برشا لأنه كهرباء تمشي في الدوزيام معناها ماهيش تجري، ومن نادر برشا أنه يصير أكسيدون خطير في السرعة هذيك. الخبير لاحظ زاد أنه عجالي الكهرباء كانوا متجهين للجهة اليسار، تقولش عليه السائق عمل بلعاني وتوجه للصخرة ومشالها إراديا. الخبير زاد القام من داخل في وسط الكهرباء تحت الكرسي تروف صغيرة من عظام بشرية،
أعوان الحماية ما هزوهمش الكل، اسهاوا عليهم. ولهنا الخبير طلب من الميكانيسيان أنه يستحفظ عليهم وعلى الكهرباء ويخليها على الحالة متاعها هذيك باش يعمل عليها اختبار آخر. وفي نفس الوقت هذاك شركة واحدة أخرى متاع تأمين واسمها لا جينيرال داكسيدون هي زادة شكت في الحادث وكلفت واحد من المحامين متاعها باش يحقق في الحادث هذا. لكن من شيرة أخرى فما شركات متاع تأمين ما شكوش ودفعوا مبلغ التأمين على الموت. وبعد شهرين من موت إيف دوندونو مرتو ماري تيريز تصبلها في الحساب متاعها 1.8 مليون دولار. بالنسبة للشركات اللي امتنعوا على صبان الفلوس تشاوروا مع بعضهم وخذوا قرار باش يحقوا جميع في الحادث. ولهنا جابوا ديتكتيف بريفي اسمه جان بورسي. السيد هذا خدم برشا في الشرطة وعنده خبرة كبيرة في المجال هذا. ولهنا أول ما قرأ الدوسي متاع الحادث استغرب من اختيار السائق للطريق ذاك لكول دو لومار، على خاطر فما طريق واحد أخرى تهزل نفس الوتيل اللي حجزوا فيه دانيال وإيف وما هوش اختير كما طريق لكول دو لومار. التسائل هو علاش السائق يعني دانيال اختار أنه يمشي في طريق جبل يختير وفي عقاب الليل. هالمحقق الخاص جون امشى لمكان الحادث ولاحظ حاجة هامة برشا، لاحظ أنه ما فماش أثار متاع فريناج، معناها السائق ما حاولش أنه يوقف الكهرباء وقت اللي لقى روحه داخل في الصخرة. وكيما الخبير متاع شركة التأمين الأولاني استغرب اللي الكهرباء تمشي في الدوزيام، إذن علاش دانيال ما نجمش لا يوقف الكهرباء ولا يتفادى الاستدام في الصخرة؟ ولهنا يلزمكم تتفكروا أنه الطريق ذاك ما فيهش برشا صخور كما سبق وقلنا لكم، هذيك هي الصخرة الوحيدة اللي موجودة فيها كالطريق. ولهنا المحقق الخاص عاين بنفسه الكهرباء وشاف حاجة غريبة، شاف أنه أحزمة الأمان مقلوبين، معناها كل حزام محطوط في الكرسي الآخر، حزام الكرسي اليمين محطوط في الكرسي اليسار وحزام الكرسي اليسار محطوط في الكرسي اليمين. بالنسبة للحريقة اللي صارت في الكهرباء هي زادة أثارت نقاط استفهام كبيرة عند المحقق. صحيح أنه الكرسي الكوي نجم يشعل الكهرباء في حالة استدام والأضواء تكون شاعلة، لكن في الغالب الكهرباء ما تشعلش الكل، مش كما في الحادث هذا لأنه الكهرباء مش اتحرقت برك، اتفحمت أصلا. وفي العادة كهرباء يصير لها كاكا وتتحرق بالصورة هذيك ما هيش حاجة عادية وما تصير كان في الأفلام. في المرحلة هذه من القضية المحقق جون بدأ يشك أنه السبب متاع حرقان الكهرباء ما هوش الحادث، وحسب رأيه أنه تم افتعال الحريقة هذه بصبان ليسانس فيها وتشعيلها، وهذاك علاش قرر أنه يتأكد بنفسه من الشكوك هذه ومشى لدار الراجل اللي يسكن في الجبل واللي يستنجد به دانيال وكلم من عنده النجدة وحكى معاه. السيد هذاك عاود حكى للمحقق نفس الكلام اللي قاله للشرطة، معناها كيفاش دانيال كان خايف للكهرباء تشعل بالنار، وعاود له أكثر من مرة الجملة متاع كلم الحماية فيسع لا تتحرق الكهرباء. ولهنا السؤال اللي يطرح نفسه هو إذا كان دانيال خايف للكهرباء تشعل فيها النار علاش خلى صاحبه فيها وما خرجوش؟ علاش مشى يطلب في النجدة وخلى صاحبه غادي كدايخ في وسطها وهو شاكك أنه باش تشعل فيها النار؟ أشنو المانع أنه يخرج صاحبه ويكركره بعيد على كالكهرباء حتى زوز مترو؟ ولهنا ربما أنتم تقولوا أنه الإنسان اللي يعمل حادث ما يلزموش يتمس وإلا يتحرك من بلاستو، على خاطر ربما فما ريسك في تحريكه. لكن المعلومة اللي يلزمكم تعرفوها أنه دانيال هذا فرملي، معناها يعرف يقوم بالإسعافات الأولية ويعرف كيفاش يحرك مصاب في حادث متاع مرور من غير ما يضره. لكن رغم هذا الكل دانيال ما حاولش حتى باش يخرج إيف من وسط الكهرباء، والتصرف هذا أقل ما يقال عليه هو أنه مثير للشكوك ومريب. في تواتر هالبحث المحقق جون مشى للأوتيل اللي إيفو دانيال حجزوا فيه باش يباتوا، الأوتيل صغير وعائلي جاي في مركز المدينة. ولهنا المحقق عرف من إدارة النزل أنه زوج صحاب يعني دانيال وإيف الضحية سبق أنهم جاوا 15 يوم التالي وعداوا ليلة غديكة، تقولش عليهم حبوا يعملوا روبيراج يتفقدوا البلاصة مليح.
وإجابتهم على السؤال علاش مشاو غادي 15 يوم التالي قبل ما يصير الحادث، قالوا اللي هما مشاو باش يشريوا دار في المنطقة هذيك. ونهارة اللي صار الحادث، يعني وقت اللي زوج صحاب خرجوا من الأوتيل ومشاو باش ياكلوا في لوي دو مير في الريستورون، هزوا معهم مفتاح البيت، والمفتاح هذاك تفقد، ولا لقاوه لا عند دانيال ولا لقاوه في الكهرباء المحروقة. المفتاح ميتال حديد، ماهوش باش يذوب في الحريقة. ولهنا الحدث الأمني متاع المحقق جون، وزيد عليها خبرته مع الشرطة، خلاته يخمم أن وراها الحادث المروري هذه مخبية جريمة، جريمة التحيل على شركات التأمين. وأربع شهور بعد هالحادث هذه، شركة التأمين رفعت دعوة قدام محكمة الناحية في جريمة التحيل على التأمين. وبعد شهر بالضبط تفتح تحقيق في النازلة هذه، والشرطة متاع مونبيلي بدأوا في الأبحاث متاعهم في هالحادث هذا، واكتشفوا مفاجآت ما تخطرش على البال. ابقوا معنا، ما زلنا نواصلوا في قضية اليوم من نهجة ريبينال على EFM أحلى راديو. نهج التريبيونال على EFM. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم، واللي صارت أحداثها في جوان 1987 في طريق جبلي في شمال مونبولي، صار أكسيدان تاع كهرباء في الليل، حادث غريب، الكهرباء ما هيش تجري وتمشي في الدوزيام ودخلت في صخرة، من بعد اتحرقت. الزوز اللي كانوا فيها منع منهم واحد واللي هو دانيال، من المفروض كان ينجم ينقذ صاحبه ويخرجوا من الكهرباء، لكن ما انقذوش. الشيء اللي خلى شركات التأمين تشك في الحادث هذا، وحسوا انه فما تحيل وقع عليهم، وللشيء هذا رفعوا قضية وما حبوش يصبوا الفلوس لزوجة الضحية. في هالمرحلة هذه من القضية، ماري تيريز مرت الضحية إيف دوندونو، كما قلنا لكم قبيلة، هي المستفيدة الوحيدة من المبالغ متاع التأمين. وكما سبق زاد وفسرنا لكم أنه فما شركات ثبت لها مبلغ التأمين من غير ما تثبت في الحادث. ولهنا ماري تيريز عملت غلطة سرعت في حلان اللغز. انهايرين برك بعد ما تحل التحقيق فيما يخص الحادث، ماري تيريز مشات لباريس ومعها زوز من ناس أخرين، مشيت باش تجبد ذاك المبلغ متاع التأمين، مبلغ كبير وأوني سبيس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هزوز من الناس هذم هما راجل ومرأة، دخلوا معها للبنكة، والمبلغ الكبير اللي خرجوه معهم خلى مدير الفرع يشك ويكلم الشرطة متاع باريس. البوليسية استجابوا وتعرضوا لماري تيريز والزوز اللي معها. هزوهم طول للمركز باش يبحثوا في الحكاية متاعهم. هالثلاث أشخاص هذوما كما تعرفوا، ماري تيريز أرملت الضحية إيف دوندونو، السكرتيرة متاعو دانيال سيمونا، ورجلها. هزوهم الكل كما يقولوا الجمل بما حمل، معهم زوز سكان جلد كبار معبين بالأوراق المالية. ولهنا ماري تيريز فسرت البوليسية حكاية هالفلوس هذوم، وقالت لهم أنه رجلها مات في حادث مرور، وهذوكما فلوس التعويض متاع شركات التأمين، وهي خيرت باش تخرجهم إسباس. بالنسبة للسكرتيرة دانيال، فسرت للشرطة اللي هي جات مع ماري تيريز على خاطرها حلت حساب بنكي في الكود دازور باسمها هذا يقبل الزواج، وقالت أنه عندها صاحبتها غاديكا واسمها بيتسي متشاركة معها في الكونت هذايا، واعطاتهم نمرو التليفون متاعها، يعني بيتسي. البوليسية متاع باريس باقي ما همش مقتنعين علاش خرجوا هكا الكم الكبير متاع الفلوس، وهذاك علاش كلموا شركات التأمين اللي أكدوا لهم الكلام متاع ماري تيريز.
لكن وقت اللي شرطة باريس حلوا لي فيشي متاعهم القاو أنه فما تحقيق جاري فيما يخص الحادث هذا، وهذاك علاش كلموا الزملاء متاعهم في مونبولي باش يستفسروا. ووقتها الشرطة متاع مونبولي طلبوا من الشرطة متاع باريس باش يخليوا السبيل متاع ماري تيريز هي واللي معاها ويرجعوا لهم فلوسهم ويعتذروا لهم على القلق. وأهم حاجة في الشيء هذا هو أنه الشرطة ما يحبوش يحسوهم بالخطر ويبقاو يتصرفوا على راحتهم من غير ما يحسوا اللي هما مراقبين، وهذاك هو اللي صار. الثلاثة خرجوا من المركز في باريس ومعهم سيكان الفلوس. والإيجابي في الأمر هذا هو أنه الشرطة ولا عندها النومر متاع بيتسي هذه والنومر متاع الحساب البنكي في الكود دازور، واللي بش يجيكم فيه الحديث من بعد. في مجريات هالأحداث الشرطة بعثت الكرهبة اللي صار بها الحادث للمخبر متاع الشرطة الفنية، مخبر من أعلى طراز واللي كان الوحيد في عام 88 عنده ميكروسكوب إلكترونيك. وفي المخبر هذا التقنيين تأكدوا أن الكرهبة ما شعلتش فيها النار من تلقاء نفسها، لأنهم لقاو بنزين داخل الكرهبة وهذا يفسر اللي فما شكون صب فيها ليسانس. هذه أول حاجة. ثاني حاجة هيك الأجزاء متاع العظام البشرية واللي قعدت في الكرهبة والأعوان متاع الحماية ما هزوهاش، الخبراء لموهم لبعضهم كما البازل وكونوا منهم زوز سانتي ونص من جديق الضحية إيف، أو بالأصح اللي قالوا أنه هو إيف. على كل حال لهنا طبيب الأسنان متاع الضحية إيف دوندونو كان عنده تصويرة للفك متاع الضحية، والخبراء خذوها من عنده باش يقارنوا بها الفك اللي لقاوها في الكهرباء فماشي تطابق بيناتهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الجزء متاع الجداق واللي لقاوها في الكهرباء ناقص زرسة العقل وزرستين أخرين، في حين أنه الضحية إيف واضح في التصويرة أنه زروسه بكلهم كاملين. معناها هذا يوضح أنه اللي مات محروق في الكهرباء ماهوش إيف دوندونو وإنما شخص آخر. إذا شكون هالشخص هذا وإيف دوندونو وين هو؟ في هالمرحلة هذه واحد من خبراء شركة التأمين هو اللي بيش يحل باب جديد في التحقيق، والخبير هذا يخدم عند شركة تأمين السيارات وما عنده حتى علاقة بالشركات الأخرين اللي إيف عمل معهم عقود تأمين على الوفاة. هالخبير هذا ما عنده حتى علم بحكاية التحقيق. الخدمة متاعه هو أنه بعد كل حادث مرور فيه وفاة شركة التأمين على السيارات تصب فلوس للورثاء. ولهنا هالخبير هذا قال الماري تيريز باش يتفاهم معها على المبلغ اللي باش تصبه لها الشركة اللي يخدم فيها. لكن المشكلة أنها ماري تيريز ثرثارة تحب تحكي ياسر، وحكيت له كيفاش راجلها إيف كان كيفه هو يخدم في شركة تأمين وخرج منها باش يعمل مشروع مع شركة تصنع لي بيسين للصغار. قالت له أنه المشروع ذاك نجح ودخلوا منه برشا فلوس، وهذاك علاش رجلها إيف دوندونو حب يعمل مشروع ثاني في كان ويصنع القوارب السياحية وفي نفس الوقت يشري قارب شراعي. وفجأة ماري تيريز سكتت فرض ضربة، حست روحها اللي هي قالت برشا معلومات للخبير. الخبير هذا توا يعرف أنه في كان ما فماشي برشا مصانع يبيعوا القوارب، وهذاك علاش ما تعبش برشا باش القار راجل مولى المصنع. وكي حكى معاه في الموضوع اللي حكاته له ماري تيريز اتفكر انه أشهر التالي جاه راجل ومعاه امرأة اسمها ماري تيريز. من الأول كانوا يحبوا يشريوا قارب شراعي، لكن من بعد حبوا يتفاهموا معاه باش يشريوا المصنع الكل. وحسب كلامه الراجل اللي كان مع ماري تيريز قال انه اسمه برنارد دوبان ويخدم مستشار مالي ويعيش في كان. برنارد دوبان زاد رجع مرة أخرى المولى المصنع متاع القوارب، لكن في الرجعة هذيك ما جاتش معاه ماري تيريز، جات معاه امرأة اسمها بيتسي، والاسم هذا تتفكروه واللي هي صاحبة السكرتيرة الخاصة متاع إيف الضحية. لكن في الزيارة الثالثة برنارد دوبان رجعوا هو وماري تيريز ومعاهم رجل آخر صغير في العمر ويتصرف بغرابة. وحسب كلام مولى المصنع متاع القوارب الشخص هذا لابس كاسكات ومرايات كحلة ما حبش ينحيها حتى في وسط المصنع. وماري تيريز قدمته على أساس الخوز صغير متاع برنارد دوبان. ولهنا خبير التأمين بعد ما سمع الشيء هذا طول كلم الشرطة متاع مونبيلي وحكى لهم الحكاية من أليفها إلى يائها.
الشرطة لهنا هبطوا طول على جناح السرعة ومشاوا الكان وجابوا معاهم التصاور متاع إيف دوندونو وراوهم المول على المصنع متاع القوارب. الراجل كي ثبت فيهم ابهت وطلع سي برنارد دوبان هذا اللي جاه للمصنع هو ماري تيريز هو بيدو إيف دوندونو الضحية اللي تحرق في الكهربائية. وكما تعرفوا برنارد دوبان اطلع هو بيدو إيف دوندونو ويعيش في كان بشخصية مزورة وما بقى للشرطة كان باش يفركسوا عليه ويطلعوه ويلقيوا عليه القبض لأنه السيد لا يزي عمل عملية تحيل على التأمين ولا يزي فما جريمة قتل على خاطر في نهاية الأمر هالحادث هذا فيه جثة واللي هي الجثة المحروقة واللي لقوها في الكهرباء. والشرطة لهنا كما تعرفوا عندهم النومر متاع تليفون بيتسي وبطبيعة الحال ما حبوش يكلموها خلاوها على راحتها وحطوها سوريكوت ليل ونهار. أولى هنا بيتسي كلمها إيف دوندونو والشرطة تمكنت باش تعرف العنوان متاعو من نومرو هذاك اللي تكلم به. إيف دوندونو طلع عايش في فيلا في قرية ريفية في كان. أولى هنا الشرطة عملوا عليه مداهمة نقزوا من الباب متاع الجنينة ودقوا عليه الباب. اللي حلت لهم هي بيتسي وأول ما شافت أعوان الشرطة قامت تصيح. وقتها إيف حاول باش يهرب من الباب التيلاني لكن لقى زويز أعوان واقفين قدامه حطولو ليمونات وكرفتوه. ولهنا الشرطة عرفوا عن تاريخ بيتسي أنها كانت تعرفه باسم برنارد دوبان وهو قال للشرطة أنه اسمه فرانسوا موني لكن بعد الإيقاف استعرف بالاسم متاعه الحقيقي إيف دوندونو. في المرحلة هذه من القضية وخدام المحقق إيف بدأ يعترف بأسماء تاع شركائه في الجريمة وبعد سوايع الكلهم تم إيقافهم. السائق متاع الكهرباء اللي عملت الحادث واللي هو دانيال بلوار، فرانسوا موني اللي يخدم بارمان في سارسيل، دانيال سيموناس سكرتيرة والعشيقة السرية متاع إيف ومرتو ماري تيريز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إيف بعد ما خرجت حجة الوفاة متاعه الرسمية وعمل 5 عمليات تجميل باش يبدل وجهه لكن بصراحة النتيجة متاعهم كانت فاشلة قعد يشبه الروحه. ولهنا ماري تيريز مرته أثناء الإيقاف قالت أنه رجلها أكثر من عام تالي قيمها في عقاب الليل وحكي لها على الفكرة اللي خطرت له. قال لها أنه الفكرة هذيك باش تبدل لهم حياتهم باش يعمل برشا عقود تأمين على الوفاة والمستفيدة باش تكون هي معناها يعمل روحه مات ويغيب على الأنظار ومن بعد يرجعوا يتلقاوا ويعيشوا لباس عليهم. لكن المشكلة اللي عرضتهم هو أنه يلزم يلقى جثة تشبه له. ولهنا إيف بدأ يحكي في التفاصيل متاع الخطة هذه للمحقق وأهم حاجة هي الجثة متاع الراجل اللي لقاوها محروق في الكهرباء وكيفاش عمل الكاستينج لاختيار الضحية متاعه. حسب أقواله قال أنه نهار وهو خارج من المحطة متاع المترو في باريس ويشوف في راجل كلوشار نفس الطول والعرض هو وياه وقف أحكى معها شوية والكلوشار هذا قال له جملة خلته يفرح. أشنية هالجملة هذه؟ قال له لي هو تحب ويحب يموت ويرتاح من الدنيا. هالجملة السحرية شجعت إيف باش يطلعوا معه في الكهرباء وكان ناوي باش يقتلو لكن الشجاعة متاعه خانته عاود عمل به دوميتور ورجع في البلاصة اللي لقاه فيها. وفي المدة هذيك إيف تعرف على دافيد بلوار اللي يخدم فرملي في السبيطار متاع سارسيل وتفاهم معاه باش يدبر له جثة من المارك. دافيد بلوار وافق بما أنه باش ياخذ برشا فلوس في العملية هذه لكن ما لقالوش جثة تناسب المظهر متاعو. ولهنا إيف رجع للخطة الأولانية يعني يقتل كلوشار. حسب رأيه هالكلوشارات هذم هم عالة على المجتمع لا عندهم عائلة لا خدمة لا مسؤولية وإذا واحد منهم يتفقد حتى واحد ما هو باش يسأل عليه وإلا يفقده. دافيد كيف كيف الشجاعة خاينته وما نجمش يقوم بالعملية هذه وحده وعلى هذاك جاب شريك آخر معاه اسمه فرانسوا موني يخدم في بار في سارسيل وألكوليك من الدرجة الأولى. فرانسوا هو اللي تولى اختيار الضحية وعمل كاستينج في البار اللي يخدم فيه. الناس الكلها تبدأ سكارة وتتلاوح وفيهم برشا كلوشارات يرقدوا على المادة. ولهنا الراجل اللي تم عليه الاختيار اسمه جوال SDF سان دوميسيل فيكس
يعني بدون سكن قار. ولهنا إيفر مع لجوال الصحبة وعرف اللي هو ما يحب كان حاجة بركة في الدنيا هذه، يحب المغني جورج براسانس. وهذاك علاش طمعوا باش يهزوا معاه المسقط راس المعني هذا. جوال فرحوا من غدوة مشى مع إيف في الكرهبة اللوكاسيون متاعو. دانيال كان يتبع فيهم بالكرهبة لوستين الحمراء، وفي ثنية إيف دوندونو اقترح على جوال باش يبدل له حوايجه. قال له ماهوش معقول تقف على القبر متاع أكبر مغني تحبه في الدنيا وانت بالحوايج هذم، يلزمك تلبس مليح. جوال قبل وخذا الحوايج متاع إيف، وبتبيع منهم كسروال اللي زعمة تعرفت عليه ماري تيريز على أساس أنه سروال رجلها في المارك. جوال بعد ما بدل حوايجه، إيف اعطاه كعبة بيرة باش يشربها وذوب له فيها منوم قوي. الحاصل المنوم اللي شربه يرقد فيل. على كل حال إيف خليها راقد ومشى هو ودانيال للوتيل، خذاو بيت ومشاو من بعد لك المطعم وكلاو دي فروي دو مير. وفي المرواح رجعوا الجوال اللي خلاوه في الكرهبة راقد، نقلوه للكرهبة لوستينا الحمراء ودانيال يسوق فيها ودخلها في الصخرة، خلى الضو يشعل. إيف اخلط عليه وصب ليسونس على الكرهبة وشعل فيها النار. من بعد هزك الكرهبة اللوكاسيون ومشي خبى وجهه حتى لين تم اعلان الوفاة متاعه، معناها وفاة إيف. وهذه هي تفاصيل الجريمة اللي حكاها بفمه القاضي التحقيق. ولهنا قاضي التحقيق ابقى باهت في البرودية متاع دمه. إيف يحكي وكأنه قتل ذبانة ماهوش روح بشرية، وقال أنه صحيح هو قتل، لكن قتل إنسان ما عنده حتى قيمة، إنسان ألكوليك وأزدياف، بالنسبة ليه موته خير من حياته في الدنيا هذه. في نهاية هالقضية المحاكمة بدأت نهار 30 جوان 1992 قدام محكمة الجنايات متاع مونبولي. المجرمين الكل واقفين بحذا بعضهم، إيف ودانيال وفرانسوا ماري تيريز والسكرتيرة دانيال. المفاجأة في المحاكمة هذه هو الحضور متاع طليقة الضحية، معناها جوالك اللي تحرق في الكرهبة، مرته أو بالأحرى طليقته وكلت له محامي. وحبت الناس الكل تعرف أنه السيد ذاك اللي مات ماهوش كلوشار وعنده مالي وماهوش إنسان عادي. جوال كانت عنده حياة ومسيرة خير من برشا ناس. الاسم بتاعه هو جوال إيبو، وكان أصغر واحد ياخذ الباك في فرنسا الكل. السيد كان نابغة في القراية واخذ الإجازة في القانون، وكان يحب الموسيقى برشا، يعني كان راجل ذكي ومتميز. لكن الطلاق أثر فيه وتعدى مرحلة خايبة برشا. وفي المرحلة هذه ونهار 16 أكتوبر 1992 هيئة المحلفين أعطت القرار متاعها. إيف دوندونو تحكم عليه بعشرين سنة حبس، الفيرم لدانيال بلوار تحكم عليه بأربعتاش سنة، فرانسوا موني 9 سنين بما أنه هو اللي اختار الضحية، الزوز انسا ماري تيريز والسكرتيرة دانيال كل واحدة 4 سنين سورسي للمشاركة في جريمة التحايل. وفي نهاية الأمر إيف ما عداش 20 سنة الكل، عدى منهم 13 برك، ومن عام 2001 هو حر طليق. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص در عيات على إيفام.